السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برنامج كامتازيا مهم جدا في تسجيل الفيديوهات، وكمان بعد ما سجل الفيديو بيبدأ يضغطه لك، بيبدأ يعدل عليه، وتقدر في أي وقت تيجي هنا من ميديا تقول له انبورت ميديا وتبدأ تدخل أي فيديو أنت عايزه، وبعد كده أي فيديو فيهم تقول له أد تو تايم لاين فيبدأ يدخلك ليه تايم لاين، تقدر تسحبه زي ما أنت عايز بالشكل دوت. زي ما أنت شايف الصوت بيجي مع الصورة، فتقدر في أي وقت تيجي هنا وتقول له سيبريت اوديو اند فيديو، فيبقى الصوت لوحده والفيديو لوحده، فتقدر تفصلهم بالشكل دوت. ده سيستم اوديو، ده الصوت بتاع الكمبيوتر نفسه، وده الصوت اللي مسجل. تقدر تيجي في اي مكان وتقول له انا عايز الفيديو ده يتقسم نصين بالشكل دوت، كل نص فيهم تقدر تحركه لوحده، وتقدر من هنا انوتيت تضيف بعد الكلام. يعني تيجي هنا وتقول له انا عايز اعدل الكلمه ديت تخليها اي حاجه انت عايزها، تقول شو بروبرتس، وتبدأ تعدل الخصائص أو الأشكال اللي أنت عايزها، تخليها مثلا بالشكل دوت سوليد زي ما أنت عايز. تدوس مرتين وتبدأ تكتب أي حاجة أنت عايزها. ممكن تعمل حركات انتقالية من اللقطة دي للقطة ديت، يعني تيجي تسحب كده وتحطها هنا وتبدأ بقى تشوفها هتيجي ازاي. الشكل دوت ممكن تغير الشكل، ممكن البيفيور بحيث ان الفيديو اول ما يبدأ يفتح بشكل مختلف اهوت. ممكن انيميشن تعمل اي حركة انت عايزها، ممكن بقى مؤثرات على الفيديو. على سبيل المثال مثلا يبقى فيه هايلايت على الماوس، او يعمل تكبير لجزء معين، او يعمل سبوت يبقى هو بس اللي فاتح. وتقدر تعمل مسافة على الصوت، تلغي اي شوشرة موجودة بالشكل دوت. ممكن تيجي من المؤثرات تخلي مثلا الشغل كله ابيض واسود بالشكل دوت.